السلام عليكم أصدقائي المتابعين في كل مكان. احنا هنا لسه بنحلل في محاضر تحريات النيابة وتحاهاتها مع المتهمين، والنهاردة هنشوف شهادة سيف ومهاب، والأهم من كده هنشوف مسرح الجريمة ونقول كام حاجة تخصها. صلوا بينا على النبي كده، وفضلا وليس أمرا تفعلوا الجرس وتعملوا متابعة وما تنسوش اللايك والشير، ويلا بينا نبدأ. وقبل ما نبدأ هقول كلمتين، كل واحد فينا ليه طريقة شغله وكل واحد ليه أيديولوجيته اللي بيشتغل بيه. أنا هنا أخدت الموضوع بشكل احترافي شوية، أخدته إن أنا أقول كل حد من اللي موجودين كلامه إيه في التحقيقات، ونقارن ما بين ده وده، وفي الآخر بنعمل البث بنجمع فيه كلام كل الكلام ده كله، فمحدش يتضايق أو حد يزعل إن أنا بعمل كده. أنا بعمل كده لصالح القضية وعشان خاطر احتراما لجمهوري اللي بيطلب مني الكلام ده واللي بشوف تفاعله معايا في القناة. فبطلب من كل إخواتي المحترمين فضلا وليس أمرا تدعموني في القناة. يلا بينا نبدأ بعد الفاصل. اهلا بيكم. اول شهادة معانا النهاردة هي شهادة سيف، وفي التحقيقات قال سيف ان عمر ومهاب كلموه على تليفون والدته وقالوا له يجي بسرعة، وانه كان سامع زعيق جنبهم، وانه دخل استحمى ولبس ونزل، لكنه قال لوالدته قبل ما ينزل انها تكلمه بعد نص ساعة، وانه لو ما ردش تبلغ النجدة. هنا في سؤال مهم جدا، اذا كان عمر ومهاب كلموه قالوا له يجي بسرعة، فإيه اللي يخليه يظن أو يشك إن ممكن يحصل له حاجة؟ هما فهموه إيه أو قالوا له إيه أو وصلوا له إيه عشان يبقى كده وخايف إن ممكن يحصل حاجة؟ إيه اللي ممكن يضر واحد من بين سبعة في حالة شد وجذب زي ما بيقولوا ضد واحد بس؟ غريبة دي شوية وفيها شوية تفاصيل، وزي ما قلت لكم القضية فيها حاجات كتير جدا غامضة. الغريب إن قال في شهادته إن حمدي والد رماء كان بياخد رأيهم في الموقف، وانه يطلقها وياخدها معاه السعودية، ولا ولاء ياخدها معاه السعودية، وانه لو طلقها يكتب لها الشقة ولا يعمل ايه. طب هو المفروض انه راجل حكيم وعاقل ورزين، او المفروض ان سنه يخليه يبقى حكيم ياخد رأي شوية عيال صغيرة ليه؟ هو مش عارف يدير الموضوع، يدخلهم ليه ومن اصله البيت، ويتكلم معاهم خص في خصوصيات بنته ليه؟ ليه اداهم مساحة اصلا من اساسه؟ اللي عرفوا انه لو عياله متهورين وما بيفهموش في الاصول وهو يتصرف، اللي عرفوا انه كراجل كبير عيلة انه يمنع دخول اطراف تانية في القضية، مش انه هو اللي يدخل الاطراف دي. الحاج حمدي او الدكتور حمدي بغبائه هو اللي ضيع كل الناس اللي كانت في الشقة. طب اسمع كده، الحاج حمدي البركة طلب من سيف ايه؟ طلب من سيف انه يجيب عقد شقة تمليك من المكتبة وهو جاي، وانه يسأل على مأذون عشان الطلاق، لكن خلينا في عقد الشقة. سيف قال انه قال فعلا انه جاب عقد شقة تمليك شقة واداة واداه لحمدي، وان حمدي كان عاوز ولاء يمضي على بيع الشقة، لكن ولاء كان رافض جدا. بيقول كمان انهم لما نزلوا وقفوا تحت العمارة قبل موت ولاء على طول. عمر طلع يجيب الاكل ونزل وكان معاه باسبور ولاء. طب مش غريبة ظهور الباسبور في الموقف ده؟ ده معناه ايه؟ اكيد طبعا معناه ان هم بياخدوا الباسبور عشان ما يسافرش. طب ايه اللي حصل خلاهم ياخدوا من الباسبور؟ الخناقة كانت شدت في الوقت ده؟ ما هو ده الوقت اللي ولاء وقع فيه. هما لما حكوا عن الحادثة قالوا ان ولاء وقع بعد عمر ما جاب الاكل من فوق ونزل بيه. طب في تصور غريب جدا في دماغي وحابب اشارككم فيه، ياريت تراجعوا حلقة امبارح. يونس قال في شهادته التانية الشهادة دي انا اتكلمت عنها امبارح، قال انا كنت قاعد باكل مع ماما وجده ومحمد عصام وبعدين خاله عمر معاه عصاية، دخل بابا الأوضة عند النيش. وقلت لكم أنا مش عارف إذا كان يونس يقصد هنا إن بابا دخل لوحده ولا عمر اللي زقه ودخله. صحالي بقى هنا وصحصح وركز معايا. المفروض بحسب شهادتهم إن الوقت ده عمر كان تحت مع أصحابه، لكن يونس قال إن زق بابا ودخله الأوضة. شهادتهم قالت كمان إنه طلع يجيب الأكل،
يعني لما طلع يجيب الاكل زق بابا ودخله البلكونة ونزل. انتوا معايا بس ركزوا كده معايا عشان نصحصح في اللي انا قاصد اقوله. تكملة الكلام ان الطفل بيقول بعدها سمعت صوت بابا بيقول سيبني سيبني، وبعدين سمعنا صوت هبدة، وبعدين بابا اترمى من البلكونة. النيابة سألته كان فين عم محمد عصام وقتها، قال كان بياكل معانا وبعدين راح غسل ايده، وبعد كده دخل الأوضة اللي فيها بابا وقعد شوية وطلع، وبعدها سمعنا صوت الهبدة. طب رتب بقى الأحداث كده، دي عمر كان تحت وطلع زق ولاء دخله أوضة السفر، بعدها دخل عليه محمد عصام بعد ما قام من على الأكل، وفي الوقت ده كان عمر نزل تاني لأصحابه. وصل لك اللي أنا عاوز أقوله ولا مش واخد بالك؟ خد بالك إن الفترة دي هي اللي يونس سمع فيها كلمة سيبني سيبني. أنا عايز كل واحد يراجع التسلسل ده ويقول لي رأيه، كان في تتبيل لحاجة هنا ودي لحظة القتل وفيها ترتيب للحادثة ما بينهم. طب خلينا نرجع للباسبور. سيف قال كمان إنهم إدوا الباسبور ده لرماء، وهنا عايزك تديني تركيزك، تعال نحلل النقطة دي. اللحظة اللي سيف بيتكلم فيها دي هي اللحظة اللي عمر نزل فيها للأكل، وأول ما فتحوا الأكل بناء على كلامهم كلهم ولاء هنا وقع، هما قالوا ما لحقوش يحطوه في بقهم. هنا كان عمر معاه باسبور ولاء اللي إداه لأخته. طب إداهولها ليه وإمتى؟ في اللحظة دي ولاء وقع من فوق وكلهم سابوا الجثة وقعوا ومشيوا، كل واحد فيهم راح في حتة في مكان مختلف. اللي أنا عايز أقوله إن كان في فرصة إن المتهمين دول يتقابلوا ويقعدوا مع بعض ويظبطوا كلامهم، ويمكن ده سبب تشابه كلامهم اللي اتكلمنا عليه امبارح. إحنا امبارح قلنا إنهم جاوبوا نفس الإجابات باستخدام نفس الكلمات بنفس ترتيبها، مش ده شيء غريب برضه؟ خلينا نفكر واسمع بقى الشهادة دي، هتعرف ازاي كان عندهم فرصة مش فرصة واحدة عشان يظبطوا اجابتهم. بيكمل سيف وبيقول انهم راحوا المستشفى هو ومهاب، وعرفوا انه راح المستشفى النصر، بعدها رجعوا على بيت حمدي وادوا الباسبور لرماء. وكيل النيابة سألوا رحتوا فين بعد كده، سيف قال له رحنا لمحمد عصام. وكيل النيابة قال له ليه يعني رحتوا له، رحتوا محمد عصام ليه؟ فسيف قال محمد طلب عمر وقال له تعالى لي، وقابلته فين؟ قابلناه تحت بيته جنب سور مستشفى النصر. طب وهو دار بينكم حوار؟ ايوه هو كان بيتكلم مع عمر وقتها. قال له ايه؟ وكيل النيابة هنا بيسأل اصحى بقى كده للكلام. محمد عصام قال لعمر اننا لسه هناكل، فجأة سمعنا صوت حاجة اتهبدت معرفش ايه، ومحدش قرب منه ولا زقه، هو رمى نفسه لوحده. انا هنا بسأل هو ده كان وقت شرح الموضوع؟ طبعا لا، لان الموضوع اتشرح قبل كده، هم اتصلوا بالتليفون قبلها اكيد بدل المرة 10، يبقى سبب المقابلة غير كده خالص. وانا بصراحة شاكك في حاجتين، الاولى ان مهاب وسيف دول انضحك عليهم، وان المقصود من حضورهم للاحداث دي كلهم مش انهم يوجبوا في الخناقة، العيلين دول تم استخدامهم من غير ما يعرفوا ومن غير ما يحسوا. الخطة كانت انهم يكونوا شهود على اللي حصل زي ما هو متخطط ليه بالظبط، واللي بيأكد ده ان محمد عصام بيحكي الحادثة تاني لعمر، بيحكيها وهو عارفها من اخته ومن ابوه من يونس ومحمد عصام نفسه، بيحكيها لان الحكي هنا كان المفروض يوصل للعيلين دول. الحاجة التانية انهم اكيد لما اتقابلوا كانوا بيفكروا هيقولوا ايه في التحقيق عشان اجابتهم تبقى واحدة. بيكمل سيف وبيقول انهم مشيوا بعد كده وكل واحد راح في حتة، وهو مهاب راحوا قعدوا عند واحد صاحبهم. طب انت شايف كان عندهم فرص قد ايه عشان يظبطوا القصة اللي هيحكوها؟ نيابة سألته تقول ايه في اللي قالته ريم زوجة ولاء التانية، من هو تعرض لضغط نفسي وقت ما كان بيطلقها وكان صوته مجبر على كده. سيف قال احنا ما اجبرناهوش على حاجة، ولكن احنا خيرناه ما بين انه يطلق رماء او يطلق التانية، يعني بصراحة شغل بلطجة رسمي. نفس الإجابة اللي قالوها التانيين بالنص بنفس الترتيب الكلام، لا ضاف كلمة ولا نقص كلمة ولا غير مكان الكلمة نفسها. طب تعالوا نشوف تحقيقات مهاب. مهاب قال انه لا يعرف ولاء ولا يعرف رماء،
وانه كان اول مره يشوفها، وقال ان عمر هو اللي صاحبه لكن ملهوش علاقه بعلي. لكن لما اتسال عن اللي اتصل بيه قال انه علي اللي كلمه. حط لي يا ابني هنا علامات استفهام، انت لو مالكش علاقه بعلي، علي هيكلمك ليه؟ وهيجيب نمرتك منين؟ يبقى اكيد في ترتيبات حصلت قبل الحادث، وفي توزيع ادوار، وفي الترتيبات دي عمر ادى النمره لاخوه علي عشان كلهم يبقى معاهم نمر بعض. واللي اكد الكلام ده اجابه السؤال اللي قبله، لانه اتسال عن بدايه الاتصال فقال ان عمر كلمه على الواتس وقال له في مشكله، وانه لو لقى علي يكلمه ويجي. طب في كمان سؤال قال وكيل النيابه، هو امتى عمر ادى الباسبور لرماه؟ وكانت اجابه مهاب نفس اجابه سيف بالظبط وبنفس الترتيب، قال انهم راحوا المستشفى هو وسيف، وعرفوا انه راح مستشفى النصر بعدها، رجعوا على بيت حمدي وادوا الباسبور لرماه. كمان قال انهم قابلوا محمد عصام بعد كده، وان محمد عصام قال لعمر اننا لسه هناكل، فجأة سمعنا صوت حاجة تهبد معرفش ايه، ومحدش قرب منه ولا حد زقه، هو رمى نفسه لوحده، نفس اللي اتقال بالنص من سيف. لا وخد بالك من حاجة، ده نفس الكلام اللي قاله يونس في المرة الاولى لما قال ان بابا وقع لوحده. طب في نقطة كمان مهمة جدا، مهاب قال انه جاله تليفون على الساعة 9 من رئيس المباحث بيقول له يجي على بيت رماء. هنا المباحث كلمتهم على 9 في حين ان الجريمة حصلت ما بين 2 ل 3، يعني كان قدامهم اكتر من 6 ساعات بحالهم. افتكر كده وقت كافي وان هم يتفقوا هيقولوا ايه ويقولوه ازاي. عايز اقول لكم اني وانا بجهز الحلقة دي كنت كل شوية اتنقل ما بين ورق التحقيقات، لاني كنت بفتكر اني مثلا بكتب تحقيقات سيف من عند مهاب، لان من كتر ما الكلام واحد زي التاني كنت بفتكر ان انا اللي غلطان وبكتب من ورق غلط. انا حتى قلت نماذج من الاجابات، لكن الاجابات اللي انا اتكلمتش في عنها كانت بنفس التشابه. طب تعالوا لحاجة تانية مهمة جدا، في محضر التحقيقات، في محضر فحص ومعاينة للشقة، بيقول ان المحضر ده ان مفيش اي اثار جوه الشقة، وده غريب جدا، مفيش دم او اي اثار تفيد في التحقيق باي حاجة. طب انا عاوز اقول ان سور البلكونة عبارة عن طوب وفوقه حديد، ارتفاع الجزء المبني بالطوب 80 سنتي، وارتفاع الجزء الحديد ده 30 سنتي، يعني ارتفاع السور البلكونة اللي نط منه ولاء 110 سنتي. خد المعلومة المهمة دي، مفيش اي اثر بيكون انطبع على الارض او اي اثار احتكاكات على السور، وده كلام المباحث. طب يا جماعة هو ولاء طار مثلا؟ ما هو لو رمى نفسه كان هيسيب اثر وبصماته، كان هتبقى على الحديد حتى، ده واحد جلد ايده متشال، معقول مفيش بصمة مدممة سابها على السور؟ طب هو ازاي هيعدي سور طوله 110 سنتي وهو بحالته دي ورجله مكسورة؟ بيقول كمان محضر المعاينة انه كان في غسيل منشور على الحبال، وان في حبل مقطوع من الست حبال بتوع البلكونة. مش واخدين بالكوا ان الموضوع ماشي ازاي؟ بقولك المعلومة دي ليه؟ لان المحضر بيقول ان الهدوم اللي على الحبال مفيش عليها اي اثر دماء او اي اثر مادية، يبقى هو مش بس طار، ده اتبخر يا جماعة، يعني في شيطان كان موجود. انا من حق افهم يا جماعة ازاي واحد متعور في كفوف ايديه للاتنين وما بيسيبش بصمة واحدة على الغسيل ولا سور البلكونة حتى. كمان المحضر بيقول ان كان في كرسيين بلاستيك لونهم ابيض محطوطين فوق بعض وموجودين في البلكونة من اليمين. واخدين بالكو؟ من اليمين. يعني طب يعني ولا احتمال شدهم وقف عليهم؟ تمام. فين بقى بصمات رجله؟ خد بالك بقى من حاجة مهمة، الكراسي بلاستيك موجودة في البلكونة والخناقة حاصلة من الصبح، يعني الكراسي دي على احسن تقدير ما تمسحش او اتنضفت من امبارح، يعني وجودها في البلكونة هيخلي عليهم تراب ناعم خفيف. مش هقولك انه مش سهل انه يظهر ببصمة، لا ده لازم يظهر البصمة. اللي عايز اقوله من الكلام عن محضر المعاينة ان الشقة دي اتلعب فيها، كان في فرصة اكتر من 6 ساعات ان الشقة دي تتنظف وتتساب وبتتلمع وش بقى عشان محدش يزعل مننا. يا اخي بالعقل كده، لو ولاء انتحر بالحالة اللي كان عليها واللي جاية في تقرير الصفة التشريحية كان هيسيب اثار يا اخي، وكان هيسيب بصمات، وهو لما جلده اتشال
ما نزلش نقطة دم، معقول ما نزلتش نقطة دم في أي مكان؟ أنا شاكك كمان إن الغسيل ده اتحط بعد الواقعة مش قبلها. طب هو واحد رجله مكسورة وهيطلع على كرسي محطوط جوه بعض مش هيسند عليه حتى؟ يعني كده يعني أنا عمال أجيب الموضوع يمين وشمال، واللي ما صلاش على النبي يصلي وما عملش اشتراك يعمل اشتراك. طب المحضر ده بيقول إن واحد من الحبال مقطوع نتيجة التقل اللي كان عليه، لكن الحبل المقطوع هو الحبل اللي من بره آخر واحد يعني من بره. وانا ما اعرفش لو تحليلي صح ولا غلط، جاوبوني في التعليقات. بس لو هو رمى نفسه كان القطع اللي هيحصل في الحبال الاقرب ليه يعني من جوه، ما اعرفش اذا كنت صح ولا غلط، يا ريت توضحولي ده في الكومنتات. لكن اللي مجنني في الموضوع ده ان مفيش اي بصمات على اي حاجه، وده شيء بصراحه غريب ومريب. وهنا الحقيقه في شك جاي في دماغي، هو اللعب في مسرح الجريمه من قبل المتهمين. لو نفس الشكوك عندكم ابعتولي وقولولي براهينكم. والحد هنا وانا هقول حلقتنا خلصت. اتمنى لو انت فضلت موجود معايا لحد اخر الحلقة، اتمنى تشرفني باشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس، واستأذن حضراتكم في اللايك، مهم جدا جدا جدا. انا في النهاية بجتهد والتوفيق من عند ربنا، لو شايف اني استاهل اللايك والشير والمتابعة يبقى مش هفكرك بيها. وانتظروني النهاردة الساعة 9 مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية في بث مباشر لتحليل الحلقة دي واللي قبلها، واشوفكم بكرة على خير. ليكم مني كل المحبة، اخوكم احمد الحكيم. سلام.